أراضي البيئة ما إحنا كان لابد أن ندخل حتى نسمع آراء الناس ونشوف غيرتهم الحقيقية ونحس مشاعرهم النبيلة. الموضوع صعب جدا. مرة قاعدة بنص السوق تبيع حاجات البيت حتى تحقق حلمها اللي هو الموكب البسيط. أهل الزبير شو راح يتعاملون؟ ردود الأفعال قلت غير متوقعة. ردود الأفعال صعبة جدا. طارد البيع. السلام عليكم حجية. هلا ومرحبا. شلون صحتك؟ أخبارك؟ حجية ذني كلن جدا؟ هي والله جدا طالقة. تاجة وردة بيع عنها. ما مستخدمات؟ لا والله. بيش هسه هاي بالله؟ 3000 قد تطيني والله محتاجة وردة افتح لي موكب وردة بيع عنها للمعينات يمه. شلون؟ محتاجة وردة بيع عنها. كيفك ب3000 والله محتاجة وردة افتح موكب يمه. كيفك؟ والله محتاجة وردة افتح لي موكب نادرة أني. عندك أولاد؟ والله عندي يمه بس ما ساعدوني. قلت أنا أبيع هاي الأغراض وأفتح لي المغسول. وأنا أدور عليك أنا مو قلت لك لا تبيعين أغراض البيت. أنت مالك على أخي لا تدخل. أنت قلت لك ساعدني وما ساعدتوني. ونعمة خير من الله بعد شعدنا باعين أغراض البيت. نساعدك وما تبيعين. لا أنا ما أريد مساعدة يمه. أنا أريد أبيع عنهن وأبيع. قلت لك يما ساعدوني وما ساعدتوني وانا قلت لك ابيع الاغراضات وابيع. لا 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 يما لا انا ابيع انا ابيع انا ما اريد واحد. تريد تفتحين موكب؟ اي والله. تبيعين يعني اغراض بيتك مو عندك؟ اي والله ارد ابيع. ادور علي جهاز اسمه اغراض. يما انا قلت لك ساعدني وتساعدوني وما ساعدتوني انا اغراضات ابيع عني وارد افتح لي موكب. لا لا انا ابيع انا عندنا موكب مال ابو عباس انا. لا لا سالفتكم شنو الموضوع؟ هاي امك وهي عندنا موكب جاي نخدم به وما ساعدوني هي تريد تبيع اغراض البيت. ابيع انا ونادر على مود الموكب وانا عندنا موكب مال جيراننا وجاي نخدم به. لا الحمد لله وشكرا. هذا ما ادري يلا يلا امشي يلا والله ونادر بس شوي ليش مستعجلش بيه؟ اي والله انت متعوده كل سنه. اي والله ونادر انا اسوي موكب. اي وهالسنه افتح لي انا. أمي أبو قلت إيش لك من غراض البيت؟ ما ساعدتوني ولا عاونتوني يوميا قلتكم لا ما كنت حتي لا 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 أنا أفتح لي موكب ونادرة من العام هالسنة ما أقدر. يلا قوموا قوموا شيل غراض البيت. أنا ابنها وعندنا موكب مع البيت أبو عباس جاي نخدم به. أنا أريد أخدم الحسين وإحنا ما نريد نبيع غراض البيت. بدي أروح له. أمي ما أريد. لا تقول دور عليك. لا لا يمه أنا قلت لك ساعدني ما ساعدتني لا ما يصير. لا 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 عندنا موكب جاي نخدم به ونعمل كرم لا يلا قوموا قوموا ما نبيع. لا لا ما نبيع والله ما نبيع. يلا يلا امشي يلا امشي حبيبي. يلا امشي امشي فدوا اروح لك. احنا عندنا موكب وجاي نخدم به الحمد لله والشكر. فدوا اروح لك احنا نطيها مالك شغل. امي هم ايش لك شغل؟ روح روح حبيبي روح. الله الله وياك حجي. انا ابنك الفنان بدر ناصر بيت ابو شعر. احنا بخدمتكم واعتبري الموكب هذا على حسابي انا. خلي مواعينك ليش انت؟ احنا ما نبيع ما نبيع يا اخي. احنا عندنا موكب جاي نخدم به. اعطيني مجال اي والله قلت له يمه قلت له ما رضوا والله ما قبلوا وانا نادره ما يصير. لا لا عودي عودي. لا 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 طفر اخدم الحسين بس مو يمنا. احنا عندنا موكب وجاي نخدم فيه. عوفني عوفني. يلا قوم 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 شيل قوم شيل اغراض البيت. يلا قوم قوم شيل. عندنا موكب. احنا مو عندنا موكب يا ابو عباس بعد شيل. انا اريد انا موكب. انا بنت انا موكب جاي نخدم فيه. ما اريد. لا لا ما اقوم ما اقوم انا ابيع حين واجمع فلوسي واروح افتح الموكب. لا لا ما لا 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 وقر عوفني. لا لا ما تبيع والله والله ما تبيع ضرر. عوفني والله ما تبيع ضرر. حجية انا هسه ذني اعتبريهن هذني. هاي فلوسك هاي فلوس الموجودة تعبان غراض البيت. غراض البيت انا اعطيك فلوسي. غراض البيت لا تقول دور عليك. ليها فلوس ليها فلوس ليها فلوس لا تشتري يا فلوس. الله يعطيك العافيه. انت روح. الله يعافيك. بدي اروح. روح روح يا اخي. روح اراضي البيت ما اريد. احنا كان لابد ان ندخل حتى نسمع اراء الناس ونشوف غيرتهم الحقيقيه ونحس مشاعرهم النبيله. الحسين بحب روح عليهم. اليوم هو الاسلاميه كلها.
شنو ايش بيكم؟ عظم الله اجرك. والله حاضر يا ابو عبد الله. شباب ماي 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 هاي الغيره الحسينيه ماي 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 نور. يعني اثارك هذا الموقف؟ اثارني والله كلش الحجيه وبنها شويه ما شفته اسلوبه ما ادري شلون وياها وايد. جيت اساعدها ما رضت. ساعدها سيده تبيع غراضه ممكن انه انت تعطي فلوس لاي شخص يريد يفتح موقف تعطي فلوس موقف؟ نعم اي واحد كان من يكون. اي واحد؟ اي واحد. ما عندك مشكلة؟ لا ما عندنا هسه بالسوق جايين نساعد وايد هيك حالة. استفزني. أنا استفزني. راح يطور النقاش بينكم. خدمتكم إن شاء الله. شنو اللي أثارك بهذا الموضوع؟ والله أثارنا حقيقة الحجية من رادة تبيع أغراضها لأنه الحسين هذا حقيقة حسين مو الشخص واحد، حسين كل العراقيين، كل العالم. كل العالم. كل العالم بأسره. فلذلك يعني أخذني الاندفاع الغيرة. الحسينية غير الحسينية غير الحسينية الاندفاع الحسيني حقيقة. وإحنا اليوم مبدأنا هو مبدأ الحسين. قواحك الله قواحينا. اهدى بس اهدى حتى عرفك وياك. اهدى خدمتك أنا دمك بس اهدى أنت. اهدى اهدى حتى عرفك وياك. غير هاي عراقية فعلية يعني يطلع عمه يطلع عمه ويقول لك هذه تجربة اجتماعية. هاي تجربة اجتماعية ما لك علاقة بينساء اللي يثارك هذا المشهد إنه مريا قاعدة تفيح. إيه عندك فلوس تعطيها تفتح عدي موكب؟ عدي ايش قد ما تريد؟ ايش تريد؟ اخذها حتى لاهلي. ايش قد ما تريد؟ ايش قد ما تريد؟ ايش قد ما تريد؟ حتى تفتح له موكب؟ ابي لك اخو زينب لو ابيع بيتي. ابي لك اخو زينب لو ابيع بيتي. يعني ما عجبك هذا المشهد قاعده تبيع اغراض البيت حتى تفتح الموكب؟ اي صحيح طبعا لازم احنا نساعدها بكل حجيه ما بيها حيل وهاي بس الامام الحسين من كل جودنا. من زمان انت تتابعها قاعده هنا لو شو؟ احنا من زمان احنا نتابعها الحجيه واحنا نساعد راح نفتح لهم موكب على حسابنا. لا هو مشهد تمثيلي ما محتاجه. لان خدمه سيد الشهداء بدار من القلب يطلع مو من الذات ولا اي شيء. احنا وكل احنا نتعاون خدمه سيد الشهداء ما يبقى على طول السنه. على طول السنه اي فقير واي شخص محتاج. صحيح. خدمه سيد الشهداء مو بس احنا يوم انصب موكب او اسوي حسينيه اخر اصدار. ابو من؟ ابو كيان. ابو كيان اسمح لي اللي اثارك الابن اللي جاي يتعارك يا امه لو الام اللي مضطره تبيع الغراض حتى تسوي موكب. لا طبعا شيء اكيد اللي اثارني الام اللي تبيع غراضها وتبيع حاضها هسه من حقه جوز الولد يشتغل عماله وما يقدر يلم من حقه يقول امه هذه منحها. احنا خدام التراب تراب 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 خدام الحسين. بعد اخوك انا كيف ممثل انا جدا اسف حبيب قلبي بعد عمر انا جدا اسف والله بس نرفزني الموضوع صراحه. نرفزك يا ابو عبد الله. اي اللي اثارك احنا نبذل حياتنا اله روحنا اله دمائنا اله نروح لمشاية هسه بشهر السابع راح نطلع لمشاية. احنا نخدم 24 ساعه باوع رايات الحسين. هاي ثواب لابو عبد الله قاعد ننطيه. احنا تدري شنو هي هاي محلاتنا. اول ما فتحنا قلنا شراكه ويانا الامام الحسين صندوق للامام الحسين. هسه اول يوم محرم راح نفتحه ونوزع للفقراء. حجي اللي اثارك شريكي شريكي الامام الحسين اللي اثارك المشهد مشهد المره اللي تبيع غراضها لو تدخل ابنها. لا والله كلهم الام يعني المره اللي تبيع غراض بيتها على مود تخدم الامام الحسين. صدمت مره تبيع غراض بيتها؟ انا قلبي راح يوقف. ما قدرت ما قدرت لحق الحسين والله ما قدرت. الله يوفقك. هنيئا لك هنيئا لك. يعني ذولا عشاق الحسين ابتداء طبيعي هنيئا لهم. يعني هذه الخدمه الاندفاع كان رادي قطع للولد. الله يوفقك ان شاء الله. موفق موفق حبيبي. احسن خاطرنا عليها يعني مره قاعده بالشمس وعربانه ومعوقه هي فانطباعك انت. اي والله ممكن انه انت تساعد اي شخص. ساعدت يعني للمام الحسين بس هي ما رضت ترى بالبدايه. قالت انا عندي غلط ابيحن وافتح الموقف. خدمة الحسين هاي العراقية. اي والله والنعم منكم. والنعم منكم. ما تحصلها. ما تحصل. اي خدمة الحسين هاي. ما شايف شنو. بالسنة مرة. بالسنة مرة. ايه. اثارك هذا المشهد. شلون ما اثارني ما اثار. عصبت. كلش انتهيت. حقيقة اليوم دخل مال اليوم. ايه. هديته للحسين حقيقة طلعته. ردت تنطيه اياه. وهم واذا تحتاج انطيها اكثر يعني. حتى تفتح الموكب. ما عندي مشكلة. الله يوفقك. هو هذا العزم الحسيني حقيقه لكل شباب العراق هذا. يعني انا تدري شنو هي يعني الامام الحسين ضحى للامه للعالم مو بس للشيعه ولا رب العالمين كل شيء.
يعني رب العالمين اختاره من بد البشرية أن يكون هو عبرة للتاريخ. أنت شايف المواكب الحسينية اللي تنفتح بالعالم كله، شايف بالعراق من صفوان الزاخو للفاو وين ما كان، مواكب هاي قاعد توزع وتبذل كلها ببلاش، كلها لجل الحسين وقاعد تزيد ما تنقص. وتحدى أكبر واحد هنا فتح وشارك الحسين وما صعد فوق أبد، وعمره ما راح يخسر اللي 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 ويا الحسين. فكنت مستعد تفتح لها موكب؟ افتح لها مواكب، الله والله افتح لها مواكب، مواكب, مواكب والله الله يوفقك. والله العظيم انا ردت هاي الغراض يعني انطيها فلوسها وانطيها واردها لها الغراض مالتها، الله يوفقك، وفوقها انا افتح لها مواكب. نروح وياك المستشفى نقيس الضغط؟ الضغط كله. شكرا.